سورة الزلزلة مدنية. من مقاصد السورة التذكير بأهوال القيامة ودقة الحساب فيها. التفسير: إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا حركت الأرض التحريك الشديد الذي يحدث لها يوم القيامة. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض ما في بطنها من الموتى وغيرهم. وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان متحيرا: ما شأن الأرض تتحرك وتضطرب. يومئذ تحدث أخبارها. في ذلك اليوم العظيم تخبر الأرض بما عمل عليها من خير وشر. بأن ربك أوحى لها. لأن الله أعلمها وأمرها بذلك. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. في ذلك اليوم العظيم الذي تتزلزل فيه الأرض يخرج الناس من موقف الحساب فرقا ليشاهدوا أعمالهم التي عملوها في الدنيا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل وزن نملة صغيرة من أعمال الخير والبر يره أمامه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل وزنها من أعمال الشر يره كذلك.